بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية حل المشكلات تطبيقا على درس الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق. هناك خطوات في استراتيجية حل المشكلات، كم خطوة؟ أول شيء تحديد المشكلة، سبب المشكلة، تطبيق حل. لا، التطبيق في النهاية، لسه الرابعة. حل المشكلة ثم تطبيق حل المشكلة على المشكلات. هقولها كمان مرة. أول شيء ثاني شيء رابع شيء حل، وآخر شيء تطبيق الحل المشكلات المشابهة. متى شعرنا بأن هناك مشكلة في هذا الدرس؟ عندما كسر زجاج النافذة. طيب، كيف حددنا المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ لا، الزجاج اتكسر. ما السبب يا بلال؟ لأن خالد رمى الكرة عاليا فكسرت الزجاج. هذا هو السبب. طيب، كيف تم حل المشكلة؟ اعترف خالد وقال الصدق. والحل الثاني أن صاحب المنزل الرجال سامح خالد وتحلت المشكلة، وقال لقد عفوت عنك لصدقك يا بني، بارك الله فيك. تاني، هنقول تاني، متى شعرنا بأن هناك مشكلة؟ عندما رمى خالد كرة عالية. أيوة، يعني متى شعرنا بالمشكلة؟ أي اللي حصل؟ لما كسر الزجاج. ما المشكلة؟ لأن خالد رمى الكرة عليه فكسر زجاجة الجيران. يعني إيه المشكلة هنا؟ إيه المشكلة اللي حصلت؟ رمى الكرة عليه كسر الزجاج. كسر الزجاج هو المشكلة. السبب؟ رمى الكرة عليه فكسر. أيوة، هذا هو السبب. لكن المشكلة هي إن الزجاج اتكسر. السبب؟ الكرة هي التي كسرت. طب كيف تم الحل؟ اعترف وقال الحقيقة. والحل الثاني؟ أن صاحب المنزل سامحه. عبد الله، ما هي مشكلة هذا الدرس؟ ما المشكلة التي حدثت؟ كسر الزجاج. ما السبب؟ ايه اللي كسر عاليا؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل كسر الزجاج؟ كيف كسر؟ كسر الزجاج؟ ها؟ مين اللي كسره؟ خالد. كيف؟ خالد. كيف كسره؟ جزاز. كيف كسر خالد الزجاج يا عبد الله؟ بالكرة. خلاص؟ طيب يا عبد خالد، أنت كسرت الزجاج، صح؟ كيف حللت المشكلة؟ ماذا فعلت حتى تحل المشكلة؟ يا خالد، بعد أن كسرت الزجاج، الأولاد هربوا، وأنت ظللت واقفا، صح؟ خرج صاحب المنزل، ماذا فعلت معه؟ ها؟ ما تعرف؟ قلت الصدق. قلت ليه؟ هل سامحك الرجل؟ هذا هو الحل الثاني. صاحب المنزل سامحك وتحلت ليه؟ المشكلة. يبقى قول خالد الصدق. الحل الثاني هو أن صاحب المنزل سامحه. طب لو حدثت مشكلة مثل هذه معك يا كرم، ها؟ وكسرت الزجاج دون قصد الملك، هل تقول الحقيقة أم تكذب؟
أقول حقيقة. وأنت يا سعود لو فعلت شيء الخطأ تعترف أم تكذب؟ أعترف. أعترف، لأن الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم فإن الصدق يهدي إلى وإن البر يهدي عليكم فإن الصدق يهدي وإلا البر. حد يعرف يقول لي ما معنى البر؟ لا الخير. أنت تستحق جائزة. البر قلت، أنا قلت معنى البر وإحنا بنشرح. البر يعني الخير. خذ لك نجمة، ضع نجمة في مجموعة علي. البر يعني الخير. طيب لما تقول الصدق في النهاية خالص هتصل إلى ماذا؟ ها؟ الجنة. الجنة. تعال خذ جائزة ونجمة. لما نقول الصدق سنصل إلى الجنة، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى. طيب بماذا مجموعة عثمان لكم علي لكم سؤال، بماذا تصفون خالدا في هذا الدرس؟ بماذا؟ بالصدق. خذ جائزة ونجمة. هذه المجموعة هذه المجموعة خلاص. لماذا هرب الأولاد؟ لأن كسر الكتابة في بيته، كسر زجاج البيت. تعال كسر زجاج النافذة. خذ جائزة وضع لك نجمة. هنا هذه المجموعة، ماذا فعل صاحب المنزل عندما كسر الزجاج؟ الأول عمل إيه؟ خرج. كيف خرج؟ تفضل خذ جائزة. طب ما مضاد كلمة غائبا هذه المجموعة؟ هادئا. خذ جائزة. إلى هنا نكتفي بطريقة حل المشكلات إلى هذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.